الجلسات الإلكترونية. للدخول إلى الجلسات الإلكترونية قم بالدخول إلى المقرر الدراسي الذي تريد، ثم انقر على خيار الأدوات والموجود بالقائمة الرئيسية للمقرر، ومن ثم النقر على أداة Blackboard Collaborate Ultra. هنا ستظهر لك الجلسات المجدولة لهذا المقرر. اختر الجلسة التي تريد حضورها. للدخول إلى هذه الجلسة انقر على الانضمام إلى الجلسة. أنت الآن داخل الجلسة الإلكترونية. لضبط إعدادات الصوت المايكروفون يرجى الذهاب إلى خيار إعدادات الجلسة، ثم النقر على ضبط إعدادات المايكروفون. في حال تحرك مؤشر الصوت فهذا يدل على أن المايكروفون يعمل بشكل جيد. في حال لم يتحرك مؤشر الصوت فهذا يدل على وجود مشكلة في إعدادات المايكروفون لديك. لحل هذه المشكلة انقر على قائمة خيارات المايكروفون واختر المايكروفون الذي تريد استخدامه حتى يتحرك مؤشر الصوت هنا، ثم انقر على خيار نعم يعمل. للمشاركة الصوتية قم برفع اليد بالنقر على هذه الأداة، وانتظر الإذن من عضو هيئة التدريب للسماح لك بالمشاركة، ثم قم بالنقر بعدها على أداة المايكروفون وابدأ الحديث. بعد الانتهاء من المداخلة الصوتية قم بإغلاق المايكروفون وقم بإنزال اليد. للمشاركة بالكتابة النصية الدردشات قم بالنقر هنا، ثم كتابة مشاركتك النصية، ثم النقر على مفتاح انتر الموجود على لوحة المفاتيح لديك لتظهر جميع مشاركاتك ومشاركات زملائك في هذه الجلسة هنا. في حال رغبت بالخروج من هذه الجلسة الرجاء النقر هنا، ومن ثم اختر ليف. للدخول إلى قائمة الجلسات المسجلة انقر هنا، وسيظهر لك قائمة بالجلسات المسجلة، ومن هنا تستطيع مشاهدة هذه الجلسة المسجلة أو تنزيلها كملف فيديو على جهازك الشخصي.